أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن كنا نتكلم في دروسنا السابقة عن آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأناها بالآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملنا أيضا في هذه الليلة المباركة، لكننا في هذه الليلة المباركة نتكلم في محاضرة متزامنة مع الحرب على المخدرات والمسكرات. هذا الوقت عندنا في السعودية حرب عام على المخدرات والمسكرات، ولذا هذه المحاضرة سنتكلم حول المخدرات والمسكرات، وكلكم ولله الحمد تعرفونها، لكن نريد أن نعرف بعض أضرارها ونعرف ما هو الواجب علينا وما هي جهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات والمسكرات. هذه المحاضرة يا إخوان مقتبسة من خطب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من قبل 20 سنة، ومقتبسة من خطب الشيخ عبد الرحمن السديس من العام الماضي، ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نتكلم فيها. كل من عنده علم يحذر إخوانه بها، لأن المخدرات والمسكرات وباء، مرض خطير يحتاج إلى علاج. وما هو علاجه؟ كل إنسان يستطيع أن يأتي بعلاج، ولله الحمد الأمة الإسلامية لا تخلو من علاج. وهذا الوباء المسكرات والمخدرات أخطر الأوبئة مجتمعة، أخطر الأوبئة كلها مجتمعة. ولذا نقول الحمد لله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، رحمة منه وإحسانا، وأرسل إليهم أفضل الرسل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يبين لهم ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم بقوله وفعله، وأنزل عليهم أفضل كتبه تبيانا لكل خير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الهداية والتوفيق والاعتصام بكتابه والاقتداء والاتباع لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وبين لنا أن هذه الدنيا فيها طيب وفيها خبيث، والطيب يأخذ الطيب، الطيبات للطيبين من أكل ومن تعامل ومن أي شيء. ولذا ينبغي لنا يا إخواني أيها العقلاء، يجب علينا أن نتمتع بما أباح الله لنا، تمتعوا بما أباح الله لكم من الطيبات واشكروه عليها، والشكر يكون بأداء حقوقه
التي أوجبها عليكم، فإن الشكر سبب لدوام النعم. الشكر سبب لدوام النعم ومزيدها. واحذروا حفظكم الله ما حرمه عليكم من المطاعم والمشارب، فإنه لو كان فيها خير لنا ما حرمها ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الجواد الكريم. وكل المحرمات لو كان فيها خير لنا لا باحها، ولكن فيها ضرر علينا وحرم عليهم. إنما حرم عليكم ما فيه ضرركم دينا ودنيا، رحمة بكم، وهو الرؤوف الرحيم. فمما حرمه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وقال هي مفتاح كل شر. وأخبر الله في كتابه أنه رجس من عمل الشيطان. والأحاديث كثيرة والتحذير والأحاديث كثيرة في تحريمه والتحذير منه والوعيد على شربه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، يعني ليس واحد، 10، وهذا تخويف من القرب منها، لأن الله يقول: فاجتنبوه، ابتعدوا عن الخمر. لعن الله عز وجل في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. لا إله إلا الله. كل هؤلاء ملعونون على لسان أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الذي يقربها بعد هذا الوعيد يا إخوان؟ وإذا بعض إخواننا يعملون في مطاعم نصرانية أو في مطاعم يهودية، وللأسف يقولون: نحن ما نشرب الخمر لكن نقدمها. لا، لا تشتغل في أي عمل محرم، لا تشتغل، لا، لا تسقي، يسقيها غيرك، لا تسقي الخمر غيرك، لا تعمل شيئا محرم ولا يقول رزقي في هذا. لا، رزقك ليس فيه، رزقك ليس في المحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة مدمن خمر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عند الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. ما هي طينة الخبال؟ ما هي طينة الخبال يا إخوان؟ عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، القيح والدم والصديد، نسأل الله العافية. ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وقال مدمن الخمر: إن مات لقي الله كعابد وثن. لا، حديث كثيرة، لكن يا إخواني يكفينا في تحريم الخمر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفة، احذروا المخالفة. ولذا يا إخواني، الخمر، كلمة الخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل، أي غطاه سكراً وتلذذاً، سكراً وتلذذاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر إنه المسكر، كما رواه مسلم: كل ما أسكر فهو خمر، وهو ما غطى العقل. منه خمار المرأة التي تغطي به بها التي تغطي به رأسها. ولذا الخمر يا إخوان، الخمر نسأل الله العافية، هو ما خامر العقل وغطاه من أي نوع كان. لعموم الآية: من البترول، من التراب، من العنب، من الزبيب، من أي شيء كان، ما دام أنه يغطي العقل فهو خمر، قليله وكثيره. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما أسكر فهو خمر. وقد ذكر علماء الشريعة والطب وعلماء النفس وعلماء الاجتماع للخمر مضار كثيرة، فمنها، وهذه المضار مقتبسة من خطبة الشيخ محمد العثيمين رضي الله عنه قبل 20 سنة، من مضاره أنه يصد عن ذكر الله، من مضار الخمر أنه يصد عن ذكر الله، من مضاره أنه يصد عن الصلاة، لأن صاحبه متعلق به ولا يكاد يفارقه، وإذا فارقه كان قلبه معلقا به. ومن مضاره ما فيه من الوعيد الشديد والعقوبات الشديدة. سبحان الله، سبحان الله، كيف يعلم الإنسان يا إخوان أن الله وضع عقوبة شديدة يوم القيامة؟ ما يمنعك منها إلا التوبة إلى الله وعمل الصالحات. وأيضا قال الأطباء من مضاره أنه يفسد المعدة ويغير الخلقة فيتمدد البطن وتجحظ العيون، وكذلك يسرع إلى تشوه الخلقة والهرم وحدوث مرض السل الرئوي وتقرح الأمعاء. واحد منها يكفي، واحد من هذه الأمراض التي ذكره الأطباء يكفي. أيضا قال بعض الأطباء أنه يضعف النسل أو يقطعه بالكلية. ومن مضاره فساد التصور والإدراك عند السكر، حتى يكون صاحبه بمنزلة المجانين، ثم هو بعد ذلك يضعف العقل، وربما في النهاية أدى إلى الجنون الدائم، نسأل الله العافية. ومن مضاره كما ذكر الله عز وجل إيقاع العداوة والبغضاء بين شاربيه وبينهم وبين من يتصل بهم من المعاشرين والمعاملين، لأنه وللأسف قلوب أهل الخمر معلقة به، فهم في ضيق وغم دائما. إن كان في عمل فهو في ضيق، إن كان مع أهله فهو في ضيق، لا يفرح ولا يسر إلا مع زملائه بالشرب والاجتماع عليه. كل كلمة تثيره وكل عمل يضجر شارب الخمر، نسأل الله العافية. وأيضا من مضاره قاتل المعنويات والأخلاق الفاضلة، وأنه يغري صاحبه بالفواحش وكبائر الإثم. فصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى الخمر
أم الخبائث، أم الخبائث. والخمر مفتاح كل شر، ومن مضاره أيضا أنه أنه يستهلك الأموال ويستنفد الثمرات، نسأل الله العافية. حتى أن الخمر يا إخوان والمخدرات أعظم من الخمر، يجعل الغني فقيرا، وربما بلغت به الحال أن يبيع عرضه أو عرض حرمه للحصول عليه. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قد كانت الدول الكافرة المتحضرة تحاربه أشد المحاربة، وتكون الجمعيات العديدة للتحذير منه والسعي في منع المجتمع منه، لما علموا فيه من المضار الخلقية والاجتماعية والمالية. لكن نحن نقول: قد سبقهم الإسلام إلى ذلك، فحذر الإسلام من الخمر غاية التحذير، ورتب عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية ما هو معلوم في كتب الحديث وفي القرآن الكريم. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا حفظكم الله أنه كلما ذكر اسم الرسول صلي عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة. كلما أكثرنا من الصلاة والسلام عليه يكون لنا أجر، ويزداد حبنا له واتباعنا له صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تراق في الشوارع وتكسر أوانيها. لماذا؟ لماذا يكسر أوانيها؟ زيادة يا إخوان في التحذير منها. ولذا حرق أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه بيت رجل كان يبيع الخمر يقال له رويشد، وقال له عمر رضي الله عنه: أنت لست رويشد، أنت فويسق. وأيضا الحشيش من الخمر، وهو أخبث منه من جهة إفساد المزاج وفقد المروءة والرجولة. هذه بعض الأضرار التي ذكرناها، وما هو أكثر منها ما هو ظاهر، ومنها ما يظهر سريعا، ومنها ما يتأخر. وأعظم من ذلك كله عقوبة الآخرة التي لا فكاك منها إلا بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. لكن ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكثر من الدعاء: اللهم جنبني، اللهم جنبني وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ونسأله أن يوفقنا لتوبة النصوح والرجوع إليه وعافانا منها. إذن يا إخواني، تعاطي المخدرات أشد من الخمر، حرام في شريعة الإسلام مهما اختلفت صورها ومسمياتها، كأكلا وشربا وحقنا استعمالا والتجارة وتهريبا وترويجا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السديس رحمه الله في خطبته في رمضان العام الماضي، وبين لنا حفظه الله أن الإسلام جاء بالمحافظة على حفظ العقول وحرم الاعتداء عليها. الإسلام جاء بالمحافظة على حفظ العقول وحرم الاعتداء عليها بما يذهبها من جناية عليها أو يغطيها ويحول دون أداء وظيفتها من مسكر أو مخدر
وشرع حد السكر صيانة للعقل وحماية له وردعا لمن تسول له نفسه العبث بعقله والتلاعب بعقوق الآخرين. متعاطي المسكرات والمخدرات نسأل الله العافية يجني على نفسه بانتهاك ما حرم الله عليه وعدم امتثاله لأمر رسول الله، وقد يكفر بالله ويسب الدين ويترك الصلاة لغياب عقله فيقتل ويسرق. تعاطي المخدرات والخمر إفساد للدين والدنيا، وصاحبه جان على نفسه وأهله وأقاربه، بل ساع إلى الشر والفساد في مجتمعه. المخدرات لها أضرار كثيرة، لكن ما هي أسباب انتشار المخدرات؟ أسباب انتشار المخدرات يا أخوان ضعف الوازع الديني. لو كان عند الإنسان إيمان ويعرف أن الله يحاسبه ما شربها وما استعملها، لو كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى جعله أمين على أولاده ما سمح لأحد منهم باستعمال هذه المخدرات. فالوازع الديني مهم، لا بد أن نربي أنفسنا وأولادنا على العمل الجاد في التمسك بأوامر الله والابتعاد عما حرم الله. نربي أولادنا على ذلك، أولادنا عندنا أمانة، جيراننا إخواننا، لا بد أن نسعى في محاربة هذه المخدرات. أيضا من أسباب انتشارها الجهل، الجهل بعواقب الأمور. الإنسان الذي يشربها أو يروجها جاهل، لو أنه يعرف عواقبها وأن هذا حرام، وأنه لو أنفق من هذه من ربح هذه الأشياء كان حراما عليه، لو تصدق لم تقبل له صدقة، لو أنفق لم يقبل له صدقة، لماذا أيضا يعمل؟ ألم يقرأ قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا منها من أسباب الانتشار التقليد. التقليد إذا رأى صاحبه أو رأى غيره يشرب الخمر أو يعمله عمله. أيضا العداوة، الشيطان عدو لابن آدم، يريد أن يضره، لا يريد أن يكون له عقل، يريد أن يكون مجنون، يفرق بينه وبين زوجته، يفرق بينه وبين أولاده، يفرق بينه وبين جيرانه، يضيع ماله. ولذا العداوة الشيطان وجنود الشيطان الذين يهربون الذين يروجون، هؤلاء جنود الشيطان، لا بد من محاربتهم، لا بد من معرفتهم. الإنسان إذا كان عنده أولاد ينصح أولاده ويعالجهم يربيهم أو يسلمهم للدولة، هذا هو الواجب علينا يا إخوان. أيضا أصدقاء السوء، الأصدقاء الذين يزينون، هؤلاء أصدقاء السوء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم مثل نافخ الكير، نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ينبغي للإنسان أن يختار الأصدقاء الطيبين ويبتعد عن الأصدقاء السيئين. وأيضا من الأشياء التي هي سبب انتشارها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك النصيحة. الجار لا ينصح جاره، الصديق لا ينصح جاره. ألا تعلمون يا إخوان أن بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعلى لسان عيسى؟ لماذا؟ لأنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. لماذا لا تأمر أولادك بالأمر بالمعروف؟ لماذا لا تقول يا ولد صل؟ لماذا لا تقول لولدك يا ولد لا تستعمل هذه الأشياء؟
يا ولد لا تصاحب أصدقاء السوء، لابد يا أخوان أن نحب الأمر بالمعروف، النصيحة والنصيحة بالتي أحسن، فالأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر مهمة جدا. ولذا يا إخوان والواجب على الدول أن تتعاون في محاربة هذه الجريمة وهذا الوباء العظيم. ولذا مملكتنا المباركة وولي عهدنا حفظه الله أطلق هذه المبادرة المباركة. المملكة العربية السعودية لها جهود عظيمة في محاربة المسكرات والمخدرات وفي كل ما يضر المواطن. انظروا يا إخوان، عندنا هذه الدولة كونت الرئاسة العامة، الرئاسة العامة، وأيضاً كونت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضاً إدارة كاملة لمكافحة المخدرات والمسكرات، أيضاً الدولة في محاكمها تطبق الحد الشرعي الذي أوجبه الله عز وجل ضمن الحدود الشرعية. وفي هذه الأيام حملة عامة في جميع المملكة للقضاء على المخدرات بأمر ولي العهد حفظه الله عز وجل وبارك في جهوده. انظروا يا إخوان، علماؤنا رحمهم الله، مجلس هيئة كبار العلماء أصدر فتوى قبل سنوات من فتواها القتل على مهرب المخدرات، القتل على مهرب المخدرات، التعزير البليغ بالحبس والجلد والغرامة المالية أو بهما جميعاً للمروجين، وإذا تكرر عملهم ولم ينتهوا عن غيهم فيعذرون بما يقطع شرهم ولو كان بالقتل، لأن عملهم من أكبر الفساد في الأرض. ولذا يا إخوان الواجب علينا نحن المسلمين في كل مكان ماذا عملنا، هذه الدولة عملت الواجب عليها، عملت الواجب عليها، ومنه هذه الحرب القائمة في وقتنا الحاضر في جميع مدن المملكة وقراها على القضاء على المخدرات. لكن المسلم ما هو واجبه؟ مواطن أو مقيم أو زائر أو غير ذلك، ما هو واجبه؟ الواجب علينا جميعا يا إخوان أن نكون عينا ساهرة على ديننا وبلاد الإسلام وعلى مجتمعنا المسلم، مسؤولية الجميع، مساهمة مع الأجهزة المعنية في القضاء على المخدرات أو التبليغ عمن يقترفها والتحذير منها. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون جنوداً عاملين، ننصح ونرشد ونبين. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نبتعد عن المخدرات، من كان يستعمل المخدرات يتوب إلى الله عز وجل، ولله الحمد المصحات موجودة في كل مكان، المصحات موجودة في كل مكان، معالجة هؤلاء المدمنين موجودة في كل مكان ولله الحمد. ولذا ينبغي للمسلم أن يستغني بما أباح الله له من الطعام والشراب عما حرمه الله عليه، فإنه ما من شيء ينفعكم من ذلك إلا أباحه الله عز وجل فضلا منه وإحسانا، وما من شيء يضركم إلا حرمه عليكم رحمة منه وامتنانا، فكما أن لله النعمة عليكم فيما أباحه لكم من الطيبات فله النعمة عليكم أيضا بما حرمه عليكم من الخبائث والمضرات، فعلينا أن نشكر الله عز وجل على نعمه في الحالين، نشكر الله عز وجل
على نعمه في الحالين، في الأمر وفي النهي، لأنه سبحانه وتعالى وفقنا لما أباحه لنا، ونحن نستعمل ما أباحه لنا مغتبطين مسرورين بطاعة الله عز وجل، ونعلم أن الله عز وجل ما أباح لنا إلا الطيب، ثم نعتقد أن ما حرمه علينا أنه حرام نجتنبه سامعين مطيعين. ولذا يا إخواني المخدرات خطر عظيم، والتربية تربية أبنائنا مهمة جدا، ومن الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها وأن نبتعد عنها التي انتشرت في المجتمع عند الصغير والكبير، نسأل الله العافية، هو شرب السجائر، شرب الدخان، شرب الشيشة، هذا أيضا فيه ضرر، فيه ضرر. الذين يشربونه ما فكروا في ضرره، ما فكروا في قراءة المكتوب عليه، ما فكروا في أن أولادهم سيقتدون بهم، أن مجتمعهم سيقتدي بهم. هذا التدخين يا إخوان ضرره في البدن والمال والمجتمع والدين، ضرره في البدن كما قرر الأطباء، الأطباء الكفار وليسوا المسلمين. الكلية الملكية في لندن، الكلية الملكية في لندن عملت مؤتمر وقرروا أن هذا التدخين السجائر أنها خطيرة وأنها وباء، لأنه يضعف القلب، يحدث مرض السرطان، يحدث السعال، أيضا قد يفضي إلى الموت كما يشاهد. ولذا قال كثير من العلماء والمختصين وأكد تقريرهم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كبار الهيئة الصحية العالمية، ولا تغتروا يا إخوان بمن تراه يشرب الدخان وليس فيه ضرر، سيأتيه الضرر، سيأتيه الضرر ولا بعد حين، لكن لو سألت الذي يشرب التدخين وطال فيه سيقول لك عنده قلة الشهية، عنده كثرة السعال، عنده النزلات الصدرية، عنده الفتور العام، عنده التعب الشديد، عنده أقل عمل أو كلفة. أيضا هذا التدخين ضرره في المال كثير، ولو أنفقه في الحلال كان خيرا له، يعني الذي يتعامل بهذا الدخان كل يوم يخسر ريالين، كل يوم يخسر ريالين، لو لم تصدق بها وجدها عند الله عز وجل يوم القيامة مثل الجبل يربيها الله له، لو تصدق بها على مسكين، لو اشترى بها خبز حلال لكفته في هذا اليوم. فكل يوم كل يوم يكسب سيئات بهذا التدخين، وأنتم تعرفون أن يوم القيامة فيه ميزان، ميزان للحسنات وميزان للسيئات. ولذا ضرره في البدن، أيضا ضرره في المال، لو أنفقه في الحلال كان خيرا له. أيضا التجارة، التجارة في المخدرات أو التجارة في الدخان ليست تجارة وإنما هي خسارة، الربح في خسارة، إن تصدق لم تقبل صدقته منه، وإن أنفق لا يبارك له فيه، وإن تركه خلفه إرثا كان زادا له في النار، نسأل الله العافية. وأيضا مضار التدخين الاجتماعية وانتشاره بالتقليد، وأيضا الدينية، قال المحققون من أهل العلم أنه حرام، وإذا كان معصية لله ولرسوله كان ضرره في الدين، لأن الدين كما قال العلماء يزيد، الإيمان كما قال العلماء يزيد وينقص. فيا إخواني العلم الذي عندك، العلم الذي عندك هو أمانة، العلم الذي عندك أمانة أن هذه المخدرات حرام، ماذا عملت بهذا العلم؟
هل أنفقت هذه الأمانة؟ هل علمت أولادك؟ يا إخواني، أولادنا أمانة عندنا، زوجاتنا أمانة عندنا، مالنا عندنا أمانة. الله عز وجل أمرنا أن ننفق مما رزقنا، ننفق مما رزقنا، نعلم أولادنا. للأسف بعض من المسلمين شغلوا حتى عن تربية أولاده، شغلوا حتى عن تربية أولاده، نسأل الله العافية. يجلسون معهم في الأكل، ما يعلمون أولادهم كيف يأكل، ما يعلمون أولادهم كيف يأكل. وأنتم تعلمون يا إخوان أنك مسؤول عن أولادك، أنك مسؤول عن تربية أولادك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم حتى على الأكل، يعلم آداب الأكل، يعلم الطفل الصغير ابن زوجته عمر بن أبي سلمة، كان يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: يا غلام سم الله، يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هل علمنا أولادنا آداب الأكل إذا اجتمعنا على الأكل؟ وإلا هم يقلدون، أنا أكل بالشمال وهم يأكلون بالشمال، أكل ما سميت وهم يأكل ما سموا. هل علمت أولادك أنهم إذا انتهوا من الأكل يقولون الحمد لله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا إن الله ليرضى عن العبد، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الأكل الذي أكلته هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ من الطيبات. من الذي أعطاك هذا الأكل؟ الله عز وجل. علم أولادك، علم أولادك هذا، ليس بقوتك ولا بشطارتك، وإنما هو من الله عز وجل. أولادنا لا يعرفون هذا يا أخوان. كثير من شبابنا الآن لو دخلت المطعم لا تفرق بين كافر ومسلم، تجدهم كلهم يقطعون باليمين ويأكلون بالشمال، يأخذون بالشمال ويتركون اليمين. لماذا؟ ما تعلموا، علمهم الشيطان. لأن الكفار يعلمهم الشيطان، يأخذ بالشمال، يأكل بالشمال، يشرب بالشمال، اليمين لا، علمه الشيطان. والسبب أنت، لأنك لم تحافظ على الرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل علمنا أولادنا يا إخوان كيفية الصلاة؟ علمنا بناتنا كيفية الصلاة الصحيحة؟ هل علمنا أولادنا كيفية تفصيل الثياب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي يريد أن يأكل، مسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يد الشيطان مع يده، لأنه لم يسمي. البركة في التسمية، البركة يا إخواني في التسمية. أولادنا عندنا أمانة، ولذا ينبغي لنا أن نحارب محاربة شديدة في مجتمعنا وفي بيوتنا وفي منازلنا المخدرات وكل المحرمات. لكن هذا الوباء العظيم الذي انتشر في البلاد الإسلامية يا إخوان أنتم تعلمون، في الدول الكافرة مكتوب في العيادات الصدرية، أنا دخلتها، مكتوب ممنوع التدخين. من يمسك يدخن في العيادة يؤخذ عليه غرامة مالية ويمتنع الطبيب من علاجه. هل عملنا هذا نحن المسلمين في عياداتنا في أعمالنا؟ لابد يا إخوان أن يكون عندنا تعاون مع أجهزة الدولة على منع كل ما حرم الله. حتى وأنت تسير في سيارتك واشتبه عليك أحد
يروج المخدرات أو يبيع المخدرات، ما عليك إلا أن تتصل وتخبر المسؤولين في اشتباه في كذا وكذا. أنت أيضا زائر، فمر عليك إنسان يروج المخدرات، أخبر المسؤولين أو امسك به وقدمه للمسؤولين. لابد يا إخواني أن نتعاون على فعل الخير وترك الشر. هذه المخدرات هذه الأيام عندنا في السعودية حرب قائم عليها، وسيستمر القضاء عليها بإذن الله عز وجل بجهود هذه المملكة المباركة والسعي للحصول على الخير للإسلام والمسلمين والمجتمع. فعلينا جمعا في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي طرقنا وفي جميع أعمالنا نسعى إلى محاربة كل ما يضر. والنصيحة، النصيحة مهمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بايعه الصحابة على النصح، على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. هل نصحنا يا إخوان؟ هل نصحنا إخواننا؟ هل نحن ناصحين؟ ناصحين لإخواننا؟ النصح ضعيف، لابد أن تكون ناصح، لابد أن تكون محب، لابد أن تكون محب. وإذا كنت محب تأمر بالخير وتنهى عن الشر، تعلم إخوانك وتنصحهم. ديننا، ديننا دين الإسلام، دين العلم. لابد للمسلم من العلم، والعلم أين هو؟ في القرآن الكريم. اقرأ القرآن الكريم، افهم معاني الآيات، افهم معاني الآيات القرآنية، اعمل بهذا الفهم، علم إخوانك الآخرين. وهكذا هكذا ينبغي أن نكون يا إخوان عبيدا صالحا رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا. كان يحدثنا أحد الإخوان يقول كانت المساجد مملوءة بالعلماء والمتعلمين، الآن يجلس العالم في المسجد ما يجلس عنده إلا ثلاثة وأربعة. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لماذا لا نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى التعليم؟ ولذا يقترح أحد العلماء رحمه الله وهو الشيخ أبو بكر الجزائري، يقترح أنه كل يوم المسلمون يجتمعون في المسجد، رجالهم كبارهم صغارهم نساؤهم، يتعلمون العلم الشرعي. اليوم يتعلمون عن صفة الصلاة، غدا أركان الصلاة، بعده شروط الصلاة، بعده سنن الصلاة. أيضا يتعلمون عن العمرة، ما هي أركان العمرة، ما هي شروط العمرة، ما هي صفة العمرة الصحيحة. بعده يتكلمون عن الحج، ما هي صفة الحج الصحيح. لابد يتعلمون، لابد من التعلم يا إخوان. الناس اشتغلوا بالدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تجد أناس يشتغلون في الدنيا، أو أناس يملون المقاهي، أو أناس يملون الملاهي. وجدنا أحد الإخوان يقول أنا أريد واقف على البحر، واقف على البحر، ويقول أنا أريد أن أركب الباخرة، لكن ما وجدت باخرة سليمة من اللخطة. ركبت في باخرة وجدت كلهم يدخنون، ونزلت ركبت في باخرة ووجدت كلهم مطربين، ونزلت كيف أفعل؟ أمشي على رجلي، ماذا أفعل؟ قال له أحد الإخوان اركب دراجة واذهب، اركب دراجة واذهب. فالمهم يا إخوان، الدنيا مملوءة بالشر، الدنيا مملوءة بالشر. اخرج من الشر، اخرج إخوانك من الشر. هل تعلمون أن الذي يدخل الجنة من هؤلاء العالم واحد من الألف؟ 999 في النار، واحد من الألف يروح الجنة.
كن أنت من هذا الواحد، كل من هذا، لا يغرك الكثرة، لا يغرك الكثرة، لكن عليك البلاغ، عليك التعليم، عليك أن تبلغ كلام الله وكلام رسوله. وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل. الله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا وأخبرنا، أخبرنا ويختبرنا، أخبرنا أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربنا يختبرنا في هذه الدنيا مدة يسيرة ثم ننتقل. السكن إما نعيم دائم وهو الجنة، وإما عذاب دائم وهو النار. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، لا يغتر الإنسان بالدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يا إخوان بهذه المخدرات وبهذه الأمور وبهذه الأوبئة المهمة التي يجب أن نحاربها يريد أن يفرق بين المسلمين. ولذا المسلمون ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بعدم التفرق، لا تتفرقوا، يكون عندك علم، لا تفرق إخوانك. ولذا الأحزاب والحزبية التي تفرق بين المسلمين، خاصة طلاب العلم، طلاب العلم للأسف بعض الأحزاب يبغض بعض. لا تبغض إخوانك المسلمين، لا تبغض إخوانك، كن رؤوف بهم رحوم. أبغض الكفار لكن أحب إخوانك المسلمين، انصح، أرشد، كلمة طيبة، نصيحة، مناقشة هادئة ليس فيها غضب، التحكيم للقرآن والسنة لا لشيخنا، شيخي يقول كذا، شيخك يقول كذا، لا. إذا اختلفنا في قضية من القضايا الحكم في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما أن يكون بيننا بغضاء ويكون بيننا عداوة، أين الإسلام؟ وربنا ينادينا دائما بالاجتماع، اجتماع الزوج وزوجته، اجتماع الرجل وأولاده، اجتماع الإخوة الآخرين. ولذا بعض من الشباب، بعض من الأولاد يشتكون من آبائهم، يقول ما نراه، إما في المقاهي وإما في اللهو وإما في العمل، ما نرى آبائنا، ما نستفيد منهم. لا بد أن الأولاد يستفيدون من خبرات الآباء، من تجارب الآباء، من نصائح الآباء، لأن الأب عنده نصائح، والأب يكون قدوة، يكون قدوة صالحة لأبنائه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمور المسلمين، أسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا من أمراض القلوب والأبدان إلا شفيته وعافيته، ولا جاهلا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الإخوة، تكميلا لمحاضرتنا إن شاء الله سنقرأ في التفسير شرح وتفسير هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ الآية التي تنهانا عن المخدرات والمسكرات، فاجتنبوه لعلكم تنتهون، فيها فلاح
وفيها اجتناب على جنب كل المخدرات وكل المسكرات والمسكرات كلها على جنب، وكل المضرات كل ما يضرنا أو يضر إخواننا على جنب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدق عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ ماذا قال عمر؟ انتهينا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.